It's important to do random acts of kindness. The smallest things can make others smile. I think that if you do something kind to someone, they will take that act of kindness and move it to people they come across during their day. It's the smallest things that make the biggest differences. For example, holding the door for someone who has their hands full or smiling at a stranger as they pass by. These little things let people know that someone cares about them. Today, before you go to bed, do a random act of kindness. It can be to someone you know or someone who is a complete stranger, but it has to be random. Someday, you will receive a random act of kindness in return. من المهم القيام بأعمال طيبة عشوائيا. أصغر الأشياء يمكن أن تجعل الآخرين يبتسمون. أظن أنك لو فعلت شيئا طيبا لشخص ما سيحملون معهم هذا الفعل الطيب إلى الناس الذين يقابلونهم خلال يومهم. إنها أصغر الأشياء التي تحدث فروقا كبيرة. على سبيل المثال، إمساك الباب لشخص يداه مشغولتان، أو الابتسام لغريب أثناء مروره. هذه الأشياء الصغيرة تجعل الناس يعرفون أن هناك من يهتم بهم. اليوم وقبل أن تأوي إلى الفراش، قم بعمل شيء طيب عشوائيا. يمكن أن يكون شخصا تعرفه أو شخصا غريبا تماما، ولكنه يجب أن يكون عشوائيا. يوما ما سيعود إليك هذا العمل الطيب. أعمال It's a noun means acts. مهم It's a noun means important. عشوائي It's a noun means random. طيب It's a noun means kindness. شخص It's a noun means person. يجعل It's a verb in present tense means make. يقابل It's a verb in present tense means come across. يحمل It's a verb in present tense means carry. خلال It's a noun means during. أشياء It's a noun means things. فروق It's a noun means differences. مثال It's a noun means example. إمساك It's a noun means holding. غريب It's a noun means stranger. يهتم It's a verb means care for. من المهم القيام بأعمال طيبة عشوائيا. فأصغر الأشياء يمكن أن تجعل الآخرين يبتسمون. أظن أنك لو قمت بعمل شيء طيب لشخص ما فسيحمل معه هذا الفعل الطيب إلى الناس الذين يقابلونهم خلال يومهم. إنها أصغر الأشياء التي تحدث فروقا كبيرة. فعلى سبيل المثال إمساك الباب لشخص يداه مشغولتان أو الابتسام لشخص غريب أثناء مروره. فهذه الأشياء الصغيرة تجعل الناس يعرفون أن هناك من يهتم بهم. اليوم وقبل أن تأوي إلى الفراش، قم بعمل شيء طيب عشوائيا لشخص تعرفه أو شخص غريب تماما، ولكنه يجب أن يكون عشوائيا. يوما ما سيعود إليك هذا العمل الطيب.